السلام عليكم، معاكم باسل الديب ومحمد رفاعي من قناه جودو كان. اللي احنا شفناه دلوقتي ده دي حركه الدي اش براي، دي حركه من حركات الاشواظه، حركات الرجلين. من اهم العناصر في حركات الرجلين عامه هو التايمنج، التوقيت لازم يكون التوقيت المثالي بتاعها. يمكن الترتيب بتاع الكوزوشي والاتسوكوري والجاكي اللي هو اخلال التوازن ووضع جسمي والوضع النهائي للحركه مختلف شويه، بس الحاجه الاكيده اللي في حركات الاشواظه في جزء معتمد على حركه رجليه وجزء تاني معتمد على توجيه رجلي. اول حاجه همسك المسكه الكلاسيكيه بتاعتي، ماسك هنا من الكم وماسك هنا من الياقه. صح، لازم معنى دي اش براي هو كنس القدم المتقدمه، فبالتالي انا همثل ان انا ههاجم برجلي اليمين دي قدام، فبالتالي هاخد منه رد فعل ان هو يرجع رجله الشمال، فبالتالي رجله اليمين تبقى متقدمه. هنركز في حركه ايديا. الايد دي لازم تبقى رافعه فوق شويه، بحيث انا لما ارفع مشط رجلي من على الارض بالتالي يبقى سهل ان انا اكمس برجلي واخلي توازن، وفي نفس الوقت ايدي الثانيه دي بتبقى في اتجاه ثاني معاكس، فهنركز في حركه الايدين بس. شايفين ازاي؟ الايد دي هنا مثبتاه رايحه في اتجاه الرم، والايد الثانيه دي مثبتاه ورافعه لفوق. بعد كده هنركز في حركة الرجلين. معنى الحركة كنس القدم المتقدمة، فبالتالي لازم مشط رجلي يبقى على شكل منجل، تمام؟ ولازم بشوط رجلي تفضل على الأرض في تكنس، ما ينفعش تلعب مع الأرض خالص. بطن رجلي بيقابل الجزء الخارجي من القدم، ما ينفعش عضم في عضم، لازم الجزء الطبي بتاع رجلي يفيد أو يتداخل مع الجزء ده، وده هيضمن لي تماسك بين قدمي وقدمه أكتر. يبقى أنا هنا هنا. بعد كده هنرجع لاهم جزء في الحركه كله وهو جزء التايمنج. لازم التايمنج بتاع الكنس رجليا يكون في الحركه اللي هو توازنه مختل فيها، فبالتالي الجزء ده مهم جدا. هنشرح الحركه على بعضها بفاريو دلوقتي. حركة الدي اش براي دي من الحركات المهمة جدا في الجودو، اللي بتبقى محتاجة لعيب جودو فاهم المهارات الأساسية وبيعرف يستخدم رجليه كويس جدا، وحتى لو أنا ما قدرتش إن أنا أرمي منها الإيمون فهي بتضمن لي فرصة إن أنا خليت توازن خس، فبالتالي ممكن بعدها أخش وظة تانية أو حركة تانية. دلوقتي هنشرح الدي اش براي بالتحرك. عامل تاي سبادي، تحرك دائري بحيث أخلي توازنه، وهقوم بكنس القدم دي اللي هي ناحية الكم في الوقت اللي هي قبل ما اتزانه يقف على الارض كويس. بكده نكون خلصنا شرح حركه الدي اش براي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا.